إذا عندك سيارة زي هذه أو أي موديل كان وجيت تشغلها وتجرب بالريموت وما تشتغل معك، إيش تسوي؟ الحين بنوريك طريقة برمجة السيارة. هي طبعا بيكون الطريقة دي بس لأول مرة، وبعد كده السيارة تشتغل معك عادي. هنفترض هذه السيارة الحين وهذا الريموت، الريموت احنا بس ركبنا له بطارية بس. شغل السيارة سراج. الحين السيارة شغال، نتأكد. شغل، جرب قدام ورا، قدام، شوف كده قدام شغال، ارجع ورا كده، السيارة شغالة. طيب ابغى اشغلها بالريموت، هذا الزر يطلع قدام ويرجع ورا. هنا تختار بالريموت الاول من السيارة. لا انا ابغى اجرب بس، خلي شوف الحين، شوف الحين هذا الزر اللي يطلع قدام ما تطلع. طب ارجعها ورا برضو ما ترجع، يمين يسار ما يشتغل. في الحالة هذه ايش تسوي؟ تبرمج السيارة على الريموت. الحين نوريكم، شغل شوف الحين السيارة، هضغط انا بزر بايدي على الزر اللي يطلع قدام ويرجع ورا، الاثنين مع بعض زي كده. شوف السيارة، شوف اللمبة الحين، هذه اللمبة غمزات، هذه غمزات. الحين السيارة جلسة طلقت إشارة من الريموت إلى السيارة، الاتنين بيلقطوا ريموت، يلقطوا إشارة. أول ما طلقت إشارة اللمبة هذه وقفت اللمبة هذه، يبقى كده السيارة اشتغلت. جرب الريموت.